تاريخ ديني يا مام، تاريخ ديني يا مام، أنا بعيط يا مام، بليز هيلب مي مام، بليز هيلب مي مام. لقطتنا الفنية النهاردة هتكون عن فنان من الزمن الجميل، الفنان أحمد ماهر الشهير بتيخة. ولد الفنان أحمد ماهر في 30 يونيو عام 1935 بالقاهرة. تخرج من كلية الطب البيطري وعمل كطبيب أسبوع واحد فقط بعد أن تسلم عمله في السيرك القومي ليصبح طبيب للحيوانات للمشاركة في العروض، وبعدها ظهر في بداية تكوين مسارح التلفزيون في الخمسينات حيث ترك الطب واتجه إلى الفن. في مطلع الستينات لمع نجم الفنان أحمد ماهر كنجم كوميدي، وعمل في مسرحيات الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي والفنان فؤاد المهندس والفنانة شكار، ومن المسرح اتجه للسينما وقام بأداء أدوار مساعدة كوميدية مثل فيلم سفاح النساء وكيف تتخلص من زوجتك ومطاردة غرامية. وفي فيلم مطاردة غرامية تمكن النجم خفيف الظل أحمد ماهر الشهير بماهر تيخة أن يضيف لفيلم مطاردة غرامية نجاحا كبيرا من خلال جملة واحدة تعتبر من أشهر الجمل في السينما المصرية: ماما تعالي خديني يا ماما. فور سماع هذه الجملة يتبادل للذهن الفنان ممتلئ الجسم جالسا بجوار الفنانة زوزو شكيب، ويمر من أمامهم الفنان الكبير فؤاد المهندس والفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولي، جملة ظلت عالقة في ذهن كل من شاهدها. كما ساعد وزن الفنان أحمد ماهر الذي كان يصل إلى 130 كيلو في ذلك الوقت على نجاحه. بعد هذا النجاح الكبير من خلال هذا المشهد، بدأ المنتجين والمخرجين يطرقون بابه ويطلبونه في أفلامهم. شارك الفنان أحمد ماهر بعدد من المسرحيات منها لقندة الفردوس، أنا وهو وهي، هلو شلبي. إلا أن الفنان أحمد ماهر في عام 1973 قرر أن يهاجر إلى أمريكا بعد استكمال أوراقه لدراسة الإخراج المسرحي والسينمائي هناك. وفي عام 1975 وبعد هجرته إلى أمريكا بعامين قام الفنان أحمد ماهر بافتتاح استوديو للتصوير السينمائي في أمريكا ليرحل عن عالمنا الفنان أحمد ماهر في مهجره عام 2003 عن عمر ناهز 68 عام.